اهلا بيكم واهلا بالساده المشاهدين. اقوى توقعات العراق محمد صبحي التي اصابت في 2021 ويتوقع اغتيال رئيس دوله عربيه. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي والنجوم. لو اول مره بتشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك يا ريت لايك وكومنت وشير. العراف وخبير الابراج محمد صبحي كان افصح عن توقعات 2021 في شهر نوفمبر 2020. هيحصل حاله من حالات في بعض الاشخاص هيخرجوا من الديانه بتاعتهم ويدخلوا ديانه اخرى، هيحصل مجاهره بالالحاد والكفر. اصاب في كثير من توقعاته منها وفاه اكثر من شخصيه مهمه في مصر، وشهدت مصر بالفعل موت عدد من الشخصيات الهامة والتي خلفت وراءها حزن كبير في قلوب المصريين، كان منهم وحيد حامد، عبد الكحلاوي، كمال الجنزوري، واخرهم سمير غانم. وعندنا برضو من اهم التوقعات لمصر ان شاء الله في 2021 وفاة شخصيات بارزة في المجتمع المصري وصعود اسم محمد رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي مرة اخرى. وتوقع الموت الجديد في الهند، الجميع شاهد ما حدث في الهند وتأثير فيروس كورونا المتحور لدلتا كيف حصد آلاف الأرواح. أيضا توقع أزمة بين دولتين عربيتين وبوادر انقسام عربي بين دولة عربية صديقة، وحدث بالفعل وبدأت أزمة بين السعودية والإمارات. شهد مطلع شهر يوليو الحالي سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات العدوين الجاريين في مجلس التعاون الخليجي. ولفتت صحيفة فاينانشال تايمز إلى تباعد مصالح الرياض وأبو ظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط واليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع الوباء. وأتوقع أن هيبدأ يتحل الخلافات ما بين الدول العربية مع نشوب خلافات ما بين دولتين على الحدود، دولتين عربيتين. دي أبرز توقعاتي بالنسبة للدول العربية. كمان توقع جلوس تركيا على طاولة المفاوضات مع اليونان ومصر. وطبعا حدث ورحبت وزارة الخارجية التركية باتفاق المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية عقب القمة التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية وأسفرت عن اتفاق المصالحة. عندنا برضو من أهم التوقعات حل لمشكلة تشغل المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعندنا حل مشكلة بعض المشاكل الإقليمية بتدخل مصري. تحدث أيضا عن انفجارات في الأردن ولبنان، وحصل في الأردن حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات بقنابل محلية الصنع وقعت خلال نهاية الأسبوع الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ونسبت إلى عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة التي تقوم واشنطن أنها مرتبطة بالتنظيم الجهادي. وفي بيان صادر عن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية وسط إفريقيا نشره موقع سايت المتخصص بمتابعة الدعاية الجهادية، تبنت الجماعة أول تفجير انتحاري لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية استهدف نصارى في حانة بيني، وكذلك انفجار في كنيسة في المدينة نفسها. وأيضا شهدت لبنان تفجيرات في بعض المناطق. طبعا احنا شايفين كذا شركة أدوية أعلنت أنها وجدت علاج لوباء كورونا، وتوقعاتي لن سيجدي نفعا أي مصل أو علاج لهذا الوباء، وكما ظهر غفلة سيختفي غفلة. أيضا توقع مصالحات بين دول عربية وحصل، وكان أبرزها مصالحات مصرية قطرية. وكمان كان توقع حرب إسرائيل وفلسطين هتخلص بتدخل عربي، وطبعا خلصت بتدخل مصري. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنده فضيحة مجلجلة في 2021، يصفع أمام حراسه ومواطنيه ويشاهده العالم. وبعد تلك الصدمة جاء السؤال من يكون صافع الرئيس. كما توقع حرائق تشتعل في غابات أفريقيا، والتهم حريق اندلع الأحد عشرات الهكتارات في غابات خنشلة في جبال الأوروس في شمال شرق الجزائر بحسب الدفاع المدني الاثنين.
ويشارك أكثر من 200 عنصر إطفاء مدعومين بحراس غابات منذ الأحد في مكافحة الحريق في غابة عين ميمون الواقعة في منطقة تمرة. وعندنا تغيير في التاج الملكي في بريطانيا، وعندنا سقوط المستشارة الألمانية في 2021، وأيضا توقع وفاة رئيسين دولة. وقد حدث، أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس أغتيل بسبب هجوم مسلح على مقر إقامته. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف في بيان صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص. وإليكم باقي توقعات العراف محمد صبحي. بالنسبة للدول العربية، في أكثر من دولة عربية هتبحث عن حاكم جديد وتغيير في الحكام، إما بوفاة أو باغتيال أو بانقلاب أو بثورات. ومن أبرز هذه الدول عندنا المملكة العربية السعودية، اللي توقعات العراف إن خلال 2021 سمو ولي العهد محمد بن سلمان هياخد صلاحيات كبيرة في الحكم، وهيأخذ البيعة كملك. في البداية هيأخذ صلاحيات كبيرة في الحكم، وبعد كده هيأخذ البيعة كحاكم للمملكة العربية السعودية. بالنسبة عندنا تغييرات في الأردن، تغييرات في الجزائر، في تونس، عندنا تغييرات كبيرة جدا في أكتر من دولة عربية. مرشح للوفاء حسب توقعات العراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعندنا وفاة رئيس تونس، وعندنا اغتيال بشار الأسد في 2021. بالنسبة لتوقعاتنا للبنان، لبنان اغتيال شخصية بارزة في لبنان، والرئيس ميشيل عون هيختفي في 2021، ولبنان يبحث عن رئيس جديد. تمام. عندنا تطبيع أكتر من دولة مع إسرائيل وإقامة علاقات مع إسرائيل. عندنا تغيير في سوريا، يعني أتوقع أن بشار الأسد هيختفي عن الحكم في 2021. بالنسبة لباقي الدول العربية، احنا عندنا تغيير في أكتر من وجهة في القيادات الحاكمة في الدول العربية، وهتختلف أسباب التغيير. انتظرونا مع أقوى التوقعات العربية والعالمية والأبراج. شير للفيديو علشان يوصل للناس المهتمة بالتوقعات. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جمهور كتب. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.